في هذا الفيديو حتشوفوا كواليس وأسرار أحد أكبر مصنعين الكنافة والحلويات العربية في مدينة الرياض. حتشوفوا خبرات استمرت لأكثر من 70 عام حبيبة، ونبغاكم تركزوا في الفيديو عشان فيه مفاجأة لكم جميعاً في النهاية. هلا 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 بالشباب. هلا والله، هلا والله، هلا والله. خذ أول شيء، خذ قهوة. بسم الله، حبيب قلبي تسلم. أهلا. بس إيش ما شاء الله هذا كله؟ حبيبي رمضان يا إخوان على أبواب، وإنتوا عارفين يا جماعة دائما في رمضان هو موسم الحلويات العربية والشرقية. ولما نتكلم على الحلويات الشرقية أكيد حلويات حبيبة هي الأساس. يا سلام. وفي رمضان يا إخوان ما تحلى الجلسة إلا بالكنافة والكلاج والقطايف. هذه أشياء أساسية طبعا. يلا بسم الله. مرة متحمس عبد الرحمن، أدينا صحن. إيش تبغى نبدأ يا أستاذ عبد الرحمن؟ أنا الصراحة هذا الصحن اللي قدامي مرة لافت انتباهي. سلام، شايف كيف الطبقات الرفيعة؟ ايه ما شاء الله. هذه طبعاً معاها السمن. الكلاج من الحلويات اللي أنا أعشقها، ولكن مشكلتها إنها ما هي متوفرة في أي مكان. فالنصيحة إذا أنت كنت مثلاً في الرياض لا يفوتك الكلاج. كلاج جبنة يجي. أسمع الصوت. ساتر. بالله كيف؟ طعم السمن وفي ملوحة كده شوية من الجبنة والطبقات المقرمشة. تحفة. والله كلاج ممتاز. شيء أسطوري. أسمع الصوت. شو القرمشة دي؟ فعليا مظبوط. والجبنة مالحة الملوحة اللي حبها قلبك. الملوحة الممتعة. سمع الصوت؟ سلام. طبعا يا جماعة القطايف أساسية، وهنا بيعملوها ما شاء الله من الصفر، وتنباع عجين وتنباع قطايف محشية. يلا بسم الله. الحشوة تختلف. ايه انت ايش حشوة؟ اه انت فستق؟ لا هذه ما هي فستق، جوز. جوز هاي. حسوا جبنة جامدة. حتى الجوز. خش على الكنافة. كنافة يا حبيبي. ايوه. اسمع يا حبيبي، الكنافة شيء اساسي. أيوة. وكيف تعرف لمسة حبيبة؟ كيف؟ لو شفت حبات الصنوبر هذه علامة الجودة وبصمة حبيبة، خلاص تعرف حبيبة يزهير. هذه ايش يا استاذ عبد الرحمن؟ هذه النعم. الكنافة الناعمة. طبعا يا اخوان فريق الكنافة دائما انقسم الى قسمين، فريق الناعمة وفريق الخشنة. الرجاء انه كل واحد فيكم يكتب تحت في التعليقات ايش كنافة المفضلة، ناعم ولا خشن. ما يعرف يقطع كنافة، ما حق قطع كنافة. مثلثات بيتزا هي؟ لا 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 مربعة. طيب كنافة خشنة؟ كنافة ناعمة. يلا بسم الله. انت تبغى تروح الخشنة يعني؟ يعني انت تفضل الخشنة على الناعمة؟ يا اخي انا قلت بسم الله ما فضلت ولا اي شيء. انت ايش تفضل؟ طب خلينا نجرب. طيب يلا. الجبنة فيها ملوحه، في قرمشه كده من برا مع الفستق، بعدين في طبقه بين القرمشه والجبنه، طبقه كده مره طريه ناعمه كده. هو منطقه اختلاط الكنافه مع الجبنه عملت قوام كده مره ممتع طري بالفم. حمستني الصراحه والله. الوصف اقسم بالله الوصف يعني وصف خلاني انا بنط في الصينيه. انا بجرب. بجرب ليش؟ ناعم طبعا. الكنافه شويه بردت، هي حلاوتها تاكلوها وهي حاره، بس عشان مع التصوير بردت شويه. بسم الله. حتى هذه مره ممتازه الصراحه. في صار زي الكرمز كده من فوق، وانت بتاكله مضغط وكده فيها قرمشه. نفس الشيء كمان يا اخوان، شايفين كيف شعيرات الكنافه؟ هذه الصراحه طول ما اكلها اقول يا اخي مين الفاضي هذه اللي يقعد يفردها كده شعره. بس عبد الرحمن اذا هذه الخشنه الناعمه، طب كيف سووا يعني؟ اخذوا الخشنه وفرموها؟ معقول اخذوا هذه وفرموها؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. الله وانت بخير يا حبيبي. هذا محمود هاني حبيبه، حفيد المؤسس الحاج محمود حبيبه، وسموه على اسمه، وحيودينا نشوف كل شيء في المصنع. يلا تعالوا نشوف. هذا يا عبد الرحمن خبره اكثر من 70 عام، تفضلوا معي على المعمل فرجيكم كيف تصير. يلا معمل. معمل خلينا نشوف القصه. معمل معمل يلا. هذا لبس الشيف ولا ايش؟ لا لا انا ما. يلا يلا جماعه نروح المعمل. انا ابغى لبس شيف يا عمي. ها يلا بينا على المعمل. يلا اوكي يا اخوان، احنا الان في مصنع حلويات حبيبة في مدينة الرياض. حاخدكم جولة
عن المصنع ايش بيسووا فيه وايش الاشياء اللي دادي كيف بتنعمل. تعالوا اوريكم الخطوه الاولى ونبدا من المستودع. دقيق فاخر طبعا. هنا في حلويات حبيبه بيستعمل اكثر من نوع من انواع الدقيق، كل الاستلام في هذه المنطقه. ما شاء الله الاحجام زي ما انتم ملاحظين كميات كبيره، فخلينا نبدا الاجراءات. وخر وخر حبيبي، وخر وخر، هذه يبغى لها كبير. ايش تقول؟ ما شاء الله تبارك الله، ترى وزنه 45 كيلو هذا، ما شاء الله ترى نص وزنك ما شاء الله تبارك الله. يقول لك بيترول ليش الافلام يا اخي؟ هو انت عارف امير يحب يفلم، الله يكيف. هذا الذكاء، work smarter not harder. الخطوة اللي بعدها نبدأ في تكوين عجينة الكنافة السرية، يلا let's go. حبيبة هو أكثر من محل حلويات، 70 سنة من الذكريات الحلوة ولمة الأحباب والأصحاب. بدأت القصة من الحاج محمود حبيبة وأولاده عام 1951، يعني 73 سنة حسبتها بالآلة الحاسبة. خلصنا خلط عجينة الكنافة الخشنة، تعال نسوي الاختبار. طبعا لازم تلبس gloves. اوه شايفين كيف؟ لازم تكون خط مستقيم ما ينقطع، كده تعرفوا انه العجين حقكم ممتاز. هو ايش بك مفجوع؟ احب الكنافه. تحب الكنافه؟ أيوة خشنه ولا ناعمه؟ ما قد جربت حبيبي، انا احس اني ناعمه. ناعمه اوكي. أيوة. خشنه ولا ناعمه؟ كل مكان في العالم خشنه، بس في حبيبه ناعمه. محمود حبيب خشنه ولا ناعمه؟ نعم، طريق الناعمة زينا، طريق الناعم كبير والله. ايوه خلصنا من الخليط، الان حنحطه على عروسة الكنافة. هذه اسمها حماصة ويسموها العروسة. يلا ليتس جو. شايفين كيف؟ طبعا طريقة تعبئتها تكون من فوق وبعد كده تنزل بخطوط صغيرة جدا، وهذه هي شعيرات الكنافة. الان صارت العجينة عندنا جاهزة. تخيلوا من هذه العجينة نسوي 6 أصناف مختلفة، تعال اعرفكم عليه. النوع الاول مبرومه بالجبنه مع الفستق. انتقلت الخبرات هذه من جيل الى جيل حتى اصبح حلويات حبيبه احد ايقونات الحلويات العربيه في العالم. خشنه ولا ناعمه؟ لا ناعمه طبعا. والنوع اللي بعده يسموه عش البلبل، هذا شكله زي عش البلبل بالضبط. الفكره انه انت تحاول تعبيه بشكل محترف. بس صراحة شكلك ما انت محترف يعني. دحين نوريكم المحترفين. يلا انطلق حبيبة من فلسطين ثم الأردن ثم المملكة العربية السعودية. عبدو خشنة ولا ناعمة؟ انا هروح خشنة صراحة. التوسع هذا يا شريف لازال مستمر، لسه القادم اجمل وافضل. الكنافة الناعمة. امير انت ناعمة ولا خشنة؟ بعدين تعرف. يلا الكنافة الناعمة مختلفة تماماً عن الخشنة، العجين يختلف والتحضير والتحميص اختلف. يتم صب العجين بشكل عمودي على آلات مخصصة للكنافة الناعمة، وبعد ذلك يتم قشطها وإضافة السمن وفرمها في آلات تشبه فرامات المعصوب. يا سلام! ثم إعادة تحميصها مرة أخرى إلين يصير لونها ذهبي، ثم أخيراً مرحلة التنعيم من خلال منخل مخصص للكنافة، وكذا العجين صار جاهز إنه يصير صدر كنافة. يعني كل هذا لسه ما دخلنا على الكنافة؟ لو سمحت يا شيف. هلا حبيبي. هلا يا حبيبي. ايش قاعد تسوي؟ قاعد اشتغل. تعال امسك الكاميرا يا شريف. بس جينا الفكرة كانت تصوير مصنع حبيبة، صارت كلاس لتحضير الحلوي. الله يشكله معلم، الله يشكله شكل معلم. أبي سويت صينية. طب نص العجينة برا. هو بدني بس. لفت انتباهنا انه ما شاء الله محمود بيشرف وبيشتغل كل شيء بنفسه ومتقن في تصنيع جميع انواع الحلويات، وتوقع ان هذا كان سببه انه دائما كان متواجد في الصنعه من الصغر. اكيد طبعا. حط اللي في راسك، سيبنا في مطبخ المكتب. والله لو حطيتك في راسي امير هزعلك ترى، اقول لك من دحين اهدى. يا شريف ايش بك؟ عشان انا اسوي العجينه. ف طيب يلا اعطيك العافيه. طبعا زي ما انتم شايفين عندهم تشكيله مختلفه من المعمول، والمعمول بالسميد يجي بالفستق وبالجوز والتمر. وهذا المعمول الفلسطيني يجي بالتمر وخالي من السكر المضاف.
هذه على طول من اللف مباشرة. بسم الله. ايش يا اخي في احد وراك؟ هذا مين؟ ما بيتكلم ولا كلمة. خليه خليه. اوكي يا اخوان، وصلنا الى منطقة التعليب والتغليف والدسباتش الى الفروع. يلا هنا في هذه المنطقة يتم الفرز والتعليب، بعض الاشياء تتعلب، ونروح على الفرع مباشرة نوريكم ايش الاشياء. الله يا اخي، يعني ما حنتكلم مع بعض اليوم ولا ايش؟ بس فهمني. رجولك ما حد اكل كنافه بدوني هيك تيجي القصه. طيب خف ايدك ابو الشباب. خف ايدك ابو الشباب. طب انت بس، انا عندي سؤال، يعني انت كنت سايلنت هناك ولا احد حطك على السايلنت ولا متنكر؟ والله متنكر. متنكر في زي ايه؟ خلينا ناكل كنافه. متنكر في زي باسل الحاج. دي الكنافه. اعطيني حبه قطايف. والله بس انا عندي سؤال. ايش هذا الصحن اللي انا حطيته؟ صح حطيته هون الحين. صار في ايدك انت. والله انا اسف، انتقال مفاجئ لطموحاتي. هذا مش صحن كنافه، هذا طموحاتي. طموحي كان محطوط على الطاوله هون. فكرت لا بدك، فكرت بدك مد ايدك. هذا طموحك كمان، قول هذا طموحك. اسمع، روقها انت. مين اللي معنا الشيء؟ طيب اسمع، غريب يا اخي. بالله 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 بالله. بس شفت كيف يا شريف، الموضوع طلع اكبر مما تتخيل. والله اخوان هذا الصحن الدائري انت تشوفوه بسيط على بالكم انه نعمل بسهوله، في خطوات. طبعاً بنوه على شغلة، إن الجبنة اللي تستخدمها حبيبة ما تتمغط زيادة، وهي الجبنة الأصلية النابلسية، وهذا اللي يميز جبنة حبيبة. إيش السر في الكنافة الناجحة؟ إنها تكون في صينية نحاس. ليش؟ سر إنه النحاس يوزع الحرارة. الألمنيوم إذا جبته راح تلاقيه بشعط شعر، أو خلينا نحكي بحرق الكنافة، لأنه بصير يحمى من مناطق معينة ومناطق معينة لا. النحاس هذا وزع الحرارة على كل الصينية. أوكي، عشان كذا النحاس جزء مهم بالكنافة المضبوطة. الآن حنوريكم واحد من المنتجات الرمضانية اللي مرة نحبها، القطايف. يلا تعالوا شوف. أول مرة في حياتي أشوف خط إنتاج للقطايف، خط إنتاج ينتج حبات متساوية الحجم، كلها نفس الحجم وكلها نفس الاستواء. واو. وأهم أصناف رمضان كمان، ورباط بالقشطة، حلاوة الجبن، كنافة الجبنة ناعمة أو خشنة أو محيرة، مدلوءة بالقشطة، عصملية بالقشطة، بصمة بالقشطة، نمورة بالجبنة، نمورة بالقشطة، وهذا كولاج نابلسي يكون مفروض. والله صراحة لاحظت انه كل شيء في الكنافة والخطوات اللي شفناها بالمصنع كل شيء بيجي دوائر. الكنافة بتنصب على طريق الدوائر، تطحن دوائر، تتحمص دوائر، بتتعمل بصينية دائرة، بتتقدم بصينية دائرة. بقول لك شيء يا شريف. قول لي. والله اني احترمت الكنافة اكثر. حتى انا والله العظيم. اقسم بالله العظيم. اي والله. ما كنت اتوقع، يعني الكنافة هي من يومها ممتازة ولذيذة ونحبها، بس ما كنت ادري انها متعبة قد كذا، وعشان كذا هي لذيذة. امير انت ايش رايك في الموضوع؟ البروسيس انا كنت احس ترى مره بسيط. حتى انا والله. اي والله طلع لا يعني اعقد مما انت بتتخيل. انا من فريق الناعمه ما بعرف ايش. طب خلينا ناخذ خشنه، حط هذه هنا شريف. انت مو قلت الناعمه صح؟ ويا اخي الخشنه صراحه انا الخشنه ما اقدر اقاومها. الميزه في الخشنه انه نعمل بها اشياء مره كثير. والشيء الثاني اللي يعجبني كمان في الخشنه يا اخي طعم السمن غير. السمن غير. كل عام وانتم بخير شباب. كل عام وانتم بخير. بيس برو بيس.
كنافة حبيبة حتحبوا بعض. يكون راضي نفسيا وداخليا. ينفع الواحد يجي ياخذ صحن نص نص. ايوه صح يا ابوي. انت ناعمه ولا خشنه؟ ما جاوبتنا. كلنا جاوبنا. وين اجاوبك؟ انا فريق الناعم. ها؟ اهلا وسهلا. طعنا يا ولد. حبيبي طعنك مين؟ انت الوحيد اللي خشنه. يا ولد الوحيد اللي خشنه. حبيبي انت طعنتنا. انا حسبتك حتكون خشن زيي. خشن؟ ايش قال؟ لا 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 تلعب في الكلام. توقعتك تحب الخشنه زيي. وفي معلومات مره مهمه لازم تعرفوها عن حبيب الرياض. عندهم فرعين، واحد في حي السليمانيه وواحد في قرطبه، خمسه فروع في عمان الاردن. خلينا نرجع نشوف عبد الرحمن ايش بيقول. والشيء الثاني المهم انهم يقدروا يحضروا مناسباتكم ويقدروا يصور لكم صحونه كنافه لايف. عندك مناسبة اتذكر حبيبة، خليه خيارك الأول. بالعافية عليكم جميعا. وفي خبر مرة حلو لكل أحد اشتهى الكنافة، الآن في مسابقة. هننزل صورة في حسابنا ونفس الصورة هتلاقوها في حساب كنافة حبيبة. كل اللي عليك تسوي فولو لحساب ليفتن شيت وتسوي فولو لحساب حلويات حبيبة وتكتب تعليق على هذه الصورة عشان السحب حيصير من التعليقات. حنفوز 10 أشخاص واللي حيفوز هياخد صدر كنافة مجانا. بالعافية عليكم. العافية. أنا راح أشارك وأكتب التعليق أمير بيعرفش يقص كنافة. طلع أول شيء طلع الصينية اللي قدامه كيف صارت. لا 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 دقيقة، هذا عبده هذا عبده. أكمل الفراغ. بعدين هون نفس الغلط تاع المرة اللي قبليها. صح. بس هذا عبده. لا لا. شوف. ترى عبده قص من هنا وصاب هذه كأنها صارت مبروك. لا 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 ما اسمع. والله. لا لا لا. وهذه كنافة ناعمة بالقشطة. سلام. إيش رأيك ندوق؟ يلا بسم الله. والله يا اخي كل ما اكل القشطه هذه احس اني قاعد اتغدى. اتذكر امي لما تقول لي كل كويس. والله الفكره هذه حلاوه الجبن في المصنع اكلتوها صح. حلاوه الجبن في المصنع كويس. الفكره هذه ما تجي حاره، ترى تجي بارده. هذه من الاشياء اللي تاكلوها بارده يعني. بالعافيه. سمي الغنم لعب رواق. انت احكي برواق. احكي برواق يا انت احكي برواق. الشباب احنا ماكلين كنافه. انا شفت الضارب الضاربه الضارب الضارب. هدي تنتيف بنتفو تنتيف. المهم يا اخوان كذا يصير وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى يا رب تكون عجبتكم، واذا عجبتكم لا تنسوا تسووا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات اذا ما انتم مفعلينه. قول لهم انضموا. ايه انضموا انضموا. انضموا يا اخوان، يصيروا من اعضاء ليفتن شيت. ولا تنسوا تزوروا حلويات حبيبة. حلويات حبيبة الان موجود في الرياض في فرعين مختلفة، السليمانية وقرطبة، وهو امتداد لخمسة فروع في عمان الاردن. صراحة حلويات على مستوى بكل اخير. تقول لي دحين مبرومة ولا خشنة ولا ناعمة؟ خذ الثلاثة وتوكل على الله. خذ ثلاثة صحون وتوكل على الله. رمضان كريم، ضال ثلاثة ايام على رمضان. يلا ثلاثة صحون. يلا يا اخوان نشوفكم على خير. وكم معاكم الحوت عبد الرحمن والجونكو امير والدج ماسك وشيفو من قناة ليفتن شيت. السلام. كل عام بخير حبايبي. كل عام بخير. كل عام بخير يا حبيبة. حبيبة انا بعرف حبيبة مشاكل.